طيب احنا قلنا بدأت الدول اهي تفتح والكلام ده، اه هل تفتكر ظهور المتحور الجديد اوميكرون ده ممكن يأثر بالسلب تاني على الحاجات دي؟ لسه مش عارفين ايه اثاره ايه، ولسه في مرحلة يعني تجارب ورصد، اكتشاف. فلسه مش عارفين. بس الإغلاق بنفس الطريقة اللي كانت مع كوفيد 19 ده أعتقد هيبقى صعب، لأن آثاره كبيرة جدا. إحنا زي ما تفضلت حضرتك عدينا المرحلة دي بأداء اقتصادي ممتاز، إن إحنا في الوقت اللي كان العالم كله عامل انخفاض في معدل النمو تحت الصفر بناقص 2.4، احنا عملنا 3.6. فلما نيجي نجمعهم يبقى احنا عملنا شغل ب 6.6 6%، وده معدل في ظل الازمه كويس جدا. الخوف من ان احنا نخش على ركود تضخمي اعتقد هيبقى صعب جدا. ليه؟ لان احنا معظم مستلزمات الطاقه بتنتج محليا. أخذنا إجراءات تصحيح لسعر الصرف قبل كده من 2016، فكل الحاجات اللي ممكن تدخلنا في الوضع ده قليل. ولكن في متغير يمكن لسه قريب تقرير امبارح، إن الشعب المصري خلال 2021 اشترى ذهب وسبائك ومشغولات ب 19 مليار جنيه، يعني مليار واتنين من عشرة مليار دولار. فطبعا ده رقم كبير مبلغ جدا. طبعا كبير قوي. ده بيسحب سيولة منين؟ من السوق. فبالتالي ممكن ده اللي بيخلي القوة الشرائية ضعيفة، لأن لما بتلاقي العقارات مع كوفيد 19 مع الرغبة في المحافظة على الثروة، فبتلاقي كتير من القرارات المستهلك المصري ذكي. طب انا بقى لازم اسال، تفسيرك ايه بقى عن الموضوع ده غير ان احنا شعب شيك؟ يعني تفسير بقى لحلمي. لا، هو يعني الفلوس بتروح ما بين ايه؟ البورصه، العقارات، الذهب، الاحتفاظ بس الرقم النقدي. اللي حضرتك قلته ده للمشغولات الذهبيه والكلام ده رقم والسبائك كبير. طبعا رقم كبير طبعا. جدا. وده دليل على ايه؟ على ان في قوة شرائية ولكن موجهة ناحية الحفاظ على الثروة. لأن أنا لما أشتري سبائك أو أشتري مشغولات، أنا سحبت من السوق بحافظ على فلوسي. صح؟ حاجة تانية لغاية ما يتحسن السعر وممكن أنا أبيع تاني.